في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن اجتماعات الجمعية 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي تعكس رسالة مملكة البحرين وهي السلام والتعايش والتسامح، وأن نجاح هذه الاجتماعات جاء بفضل دعم جلالة الملك المعظم. جلالة الملك يعني كالعادة دائما لقاءاته واستقبالاته يعني هنية ويسرة ويستقبل الجميع بترحاب وابتسامة عريضة ويعتبرهم ضيوف الخاصين، وأوصل الرسالة اللي يحملها جلالته عن البحرين بالدرجة الأولى أو عن هذا المؤتمر بالدرجة الثانية. أولا شكرهم على حضورهم هذا المؤتمر، وقال بأن رسالة هذه البلد هو السلام، هو التعايش، هو التسامح اللي نحاول أن ننشره في العالم، وهذه الرسالة الحقيقة رسالة أكثر ما نحتاج له في هذا الوقت. هذا ما أكد عليه جلالة الملك، وكلهم يعني أكدوا على أنه الشعار الكبير وهي القيم النبيلة اللي تبناها جلالته وتبنتها البحرين وتبنيناها احنا في مؤتمرنا هي فعلا رسالة وصلت إلى العالم كله.